السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الميليشيات تنقلب على قائدها وتؤكد ضعف الحكومة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الثالث هو طرف. الطرف الثالث؟ طرف ثالث، طرف ثالث. الطرف الثالث، هناك طرف ثالث أنا أقول. من هو؟ طرف ثالث هو يدعي، مو واضح الملامح أنا برأيي. لا نسمح بأي تدخل في الوضع العراقي. ذيول إيران بالحقيقة هم الأحرار. الجماعة الذين يتهمونكم أو يصفونكم ويعبرون عنكم أنكم ذيول لهم حق من ناحية. أنتم ذيول لأنه كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لفائدة. فالذيل الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل أن يستر العورة. في الحيوانات التي لديها ذيل. صوبين تحقيق أنه الكاظمي نفسه مسؤول عن هذه الجريمة، والضباط المعنيين معروفين واحد واحد، ما راح يكون عندنا أي رد فعل خارج القانون. سوف نبحث عن جناد ونعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا. هناك طرف ثالث أنا أقول. من هو؟ طرف ثالث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والميليشيات الولائية تعيث في البلد الفساد والدمار والخراب في كافة المجالات، إذ تعتبر هي المتحكم الأول بالقرار في العراق، وهي التي تسيطر على ثرواته، وهي التي تستغل السلطة التي أعطيت لها من أحزابها لاستثمارها في المصالح الشخصية لزعاماتها، وكذلك والأهم خدمة للمشروع الإيراني في العراق والمنطقة. تعد حكومة حيدر العبادي السابقة هي التي شرعنت الوجود الميليشياوية في العراق، وإن كانت الميليشيات تحظى بغطاء حكومي في السابق، لكن البرلمان في فترة حكومة العبادي، ورغم وجود مواد في الدستور، دستور العملية السياسية طبعا التي تحظر تشكيل الميليشيات، إلا أن هذه الحكومات الخاضعة والمتواطئة خالفت حتى دستورها، وقامت بتشريع قانون يضع هذه الميليشيات ضمن الإطار الحكومي. لكن مع هذا لم تمتثل هذه الميليشيات يوما لأوامر رؤساء حكومات الاحتلال ولو لمرة واحدة، ودائما ما كانت تصريحات زعماء هذه الميليشيات هو أن من يفكر بحلنا سنقطع يده، وقالها سابقا أبو مهدي المهندس، وقبله العامري، وبعده الكثير من هذه الشخصيات المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي. لعل ما حدث في الأيام الماضية من محاولة اغتيال الكاظمي خير دليل على عدم تبعية الميليشيات للحكومة سوى على الورق، بل وهي مستعدة لقتل حتى قائدها الحكومي في سبيل تحقيق مصالحها. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة على مجموعة من التساؤلات، منها: بعد تعرض بيت مصطفى الكاظمي للقصف من قبل طائرات مسيرة ولمحاولة اغتيال أثبتت فشله في حماية نفسه، كيف يؤمن العراقيون على حياتهم في ظل هذه الفوضى؟ أيضا، الميليشيات والقوات الحكومية هما الطرفان الوحيدان فقط في العراق اللذان يمتلكان الطائرات المسيرة، من المتهم إذن وكيف يمكن محاسبته؟ وأيضا لدينا سؤال: هل سيجرؤ الكاظمي على كشف الفاعلين الحقيقيين أم أنها ستنتهي بالتسوية فيما بين الأحزاب كما هي العادة في كل ما سبق؟ هذه الأسئلة وغيرها طبعا مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. معنا اتصال السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. السلام عليكم شيخ أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. أولا بالنسبة لل هاي كلها ترى شغلة أمريكية، هاي بالنسبة للطيارات المسيرة، لأن أمريكا ما
في غرب الديسمبر قواعد الحشيد القوات الامريكيه. منو قال امريكيه؟ وين هاي المنظومه؟ بس اريد افتهم المنظومه الامريكيه وين هاي بالمنطقه الخضراء؟ سيد ابو شيماء وطلعوا خبراء اكدوا انه المنظومه الامريكيه ما توصل او ما يوصل مداها لبيت الكاظمي، ما يوصل لهذا المكان. بعيدا عن هذه النقطه، سؤالي شلون عرفت انه هذا الاستهداف تم عن طريق الامريكان؟ مبينه، لانه شلون مبينه؟ اجواء مو احنا اجواءنا تحت السيطره الامريكيه استاذ محمد. شلون مبينه؟ بنيت استنتاجك على شنو؟ من ضربوا استاذ محمد، مو ضربوا رحمه الله قالت النصر سليماني وما يحصل على روحهم، وهم ضربوهم، مو ضربوا الحشيد، اي هم ضربوا اللي هم ما خايفين ولا مستحين انه يقولون احنا قتلنا سليماني واحنا ضربنا الميليشيات، ما خايفين ولا مستحين، ليش بهاي ضامي للموضوع ويفرون ويلفون ويدورون؟ ايش معنى بهاي؟ على مود حتى الدول ما تصير ضدهم، لان تصير ضدهم من الدول ماكو تصير ضدهم، فهاي لعبه طيب. امريكيه مبينه استاذ الحديث. شوف ابو شيماء وزاره الدفاع الامريكيه قالت بأن هناك ميليشيات متعددة تعمل داخل العراق مدعومة من إيران قادرة على شن هجمات كالتي استهدفت الكاظمي. عندنا إذا أنت تقول الأمريكان، وكالة رويترز قالت في وقت سابق أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع، ولفتت إلى أن ميليشيات حزب الله والعصائب هم اللي يستخدمون هذه الطائرات. طيب عندنا إذا أنت تقول الأمريكان أيضا، نجي على وسائل الإعلام الروسية. روسيا حليفة إيران، صديقة إيران، معا يقتلون السوريين في سوريا، معا يشنون هجم على منطقة الشرق الأوسط. شو يقول الإعلام الروسي؟ الإعلام الروسي يقول التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال الكاظمي تؤكد أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت منزل الكاظمي هي نفسها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية. منو عند هذا السلاح ومنو كان يقصف المنشآت الأمريكية؟ هذا الإعلام الروسي. أبو شيماء وياك شو ترد على هذا الكلام؟ الإعلام الروسي حليف إيران، حليف إيران، عدو أمريكا، خلينا نقولها بهاي الطريقة، الإعلام التصريحات والحرب الإعلامية، الإعلام الروسي يقول بأنه من قصف بيت الكاظمي هو نفسه اللي قصف المقرات والقواعد الأمريكية، يعني هاي الميليشيات اليوم الموجودة. شنو رأيك وردك على هذا الكلام؟ استاذ الحياة واحد طلع محلل ذاك اليوم يقول طيارات فرنسية هاي، انت فرنسية؟ يقولون روسية وما تعرف وعنا. لا مو روسية، انا ما قلت روسية، انا بدي اقول لك الاعلام الروسي. لا هو قبل واحد. الاعلام الروسي قبل الحليف واحد. لايران يقول بانه السلاح المستخدم لاستهداف الكاظمي نفسه اللي استخدموه لقصف القواعد الامريكية. منو عند هذا السلاح؟ منو اللي قصف القواعد الامريكية في العراق؟ استاذ الحديث هذا واحد كيف يحكي ويقول، يعني الاعلام الروسي صاير كيف يحكي؟ ما يصير مثل هذا الحديث. ذاك محلل يقول هاي طيارات فرنسيه طيب. صناعة، انت تقول هو ذولا. طبعا عندي سؤال لحضرتك، يعني اتركنا من الاعلام طبعا. اتركنا من الاعلام، من الذي يمتلك الطائرات المسيره بالعراق غير الميليشيات والقوات الحكوميه؟ منو عنده طائرات مسيره بالعراق؟ منو عنده طائرات مسيره؟ ما حد عنده طائرات مسيره بالعراق غير هذين الطرفين، الحكومه والميليشيات. استاذ الحديث احتمال اسرائيل وامريكا، مو لان تصير سوى حتى تصير بلبله على مود الانتخابات. وبعدين هي شنو اجواء مخترقه الاجواء العراقيه؟ شلون ما عندهم طائرات؟ شنو مصلحه اسرائيل وامريكا يقصفون الكاظمي على مود الانتخابات؟ ايش عليهم بانه الكاظمي يموت؟ تدري انت ذاك اليوم محلل قبل فتره فضائي اسرائيلي يقول احنا وكانه ما يعني يا سبحان الله جاب اسرائيل حق ميليشيات والحشد. انت اسرائيل محلل رأسا ان تهاجم على اسرائيل على الميليشيات، لانه ذولا الوحيدين اللي وقفوا بك اسرائيل وامريكا هي وحيد الشعب والمقاومه، فمربك من عندهم في سبيل يسقطون بالحشد والمقاومه. طيب خليك بقناعاتك يا ابو شيماء. شكرا لك، شكرا جزيلا ابو شيماء من بغداد. انت ابقى بقناعاتك، تعتقد بانه هاي الميليشيات هي التي قاومت امريكا وقاومت اسرائيل او الكيان الصهيوني. من الذي جاء بهذه الميليشيات إلى العراق؟ من الذي أدخل هذه المجاميع وأعطاها الفرصة أنه هي تكبر وتقوى في العراق؟ لولا الأمريكان، لولا الصهاينة الذين ساهموا باحتلال العراق وتدميره وكانوا هم الأساس باحتلال العراق وتدميره،
من الذي أعطى الفرصة لهذه الأحزاب الفاسدة بأن تفعل ما تفعل اليوم في العراق سوى أمريكا الأمريكان والكيان الصهيوني؟ من الذي سمح بامتلاك هذه الميليشيات لهذا السلاح وأعطاها الغطاء الجوي في عملياتها ضد داعش ودعمها بالمال مثل الكونغرس الأمريكي اللي كان صادق على إيقاف الدعم المقدم لمنظمة بدر في العراق اللي مقدرة ب 200 مليون دولار شهريا، 700 مليون دولار ترسل إلى العراق دعم حكومي، دعم للجيش في العراق، 200 مليون دولار تذهب إلى هذه الميليشيات. الكونغرس صادق على إيقاف هذا الدعم. من اللي يدعم هذه الميليشيات؟ من الذي أعطاها هذا الضوء غير الأمريكان؟ شلون اليوم الأمريكان صاروا أعداءكم وصرتم مقاومين؟ متى ضربتم إسرائيل؟ صاركم سنين حنصلي بالأقصى وحنصلي بالمسجد الأقصى ونروح للقدس وغيرها وغيرها من هذه التصريحات والشعارات اللي تاركين شعبكم يموت من الجوع العراقيين وقاضيها بهاي الشعارات وبهاي الجعجعة وبهذه المفاسد اللي دمرتوا بها البلد. أبو عبد الله من بغداد تفضل. تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله من بغداد حياك الله. فقدنا الاتصال. السيد أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. أنا ما أريد أعقب على أخ أبو شيماء. أبو شيماء يعني بس قل لي أنت بس وين عايش وين عايش. نعم. خلينا موضوع أبو شيماء. أي. يا أخي ما. هو لا هو موضوع أبو شيماء مرتبط بموضوعنا. أنا اليوم اللي طرحه أبو شيماء يحتاج إلى رد من حضراتكم أنتم المتصلين. أنا طرحت سؤال للسيد أبو شيماء، من اللي جاب هذه الميليشيات وطاها فرصة بالعراق غير الأمريكان؟ أستاذ محمد نو شغلة ليش يبينها هسه هو من يقول خروقات من يا أخي مو 12 كيلو المسافة 12 كيلو هسه لو جايتنا بطيارات المسيرة من دول كانت تهمنا بالله سعودية نتهم تركيا بس عمي مو 12 كيلو يعني 12 كيلو وين؟ خلي أبو شيماء حساباته. نعم. هو ما يطلع نوبات يحكي على المتظاهرين ويقول هذول معيب يا أبو شيماء بس خلي حرمة لهذا الدم العراقي الجايسين. سيد أبو عراق صحف دولية ووكالات رصينة كلها تشير إلى أن هذه الميليشيات هي التي قامت باستهداف منزل الكاظمي وهي التي تمتلك هذا السلاح الطائرات المسيرة. ليش دي يرمون الرواية أو يرمون التهمة على الطرف الثالث ويحاولون إبعاد العراقيين عن حقيقة الجميع يعلمها؟ يعني ما محتاج هذا الأسلوب المفضوح حقيقة أن هم يحاولون إبعاد التهم عن الميليشيات. من اليوم يصدق أنه الميليشيات مقاومة وما لها علاقة بالخراب والفساد اللي دي يصير بالعراق؟ أستاذ محمد والله بالنسبة للخب هم أساس هم الميليشيات. أمريكا من تسوي شيء ما تخاف من أحد. نعم. تقول لك أنا سويته. هاي شغلة مبيتة أستاذ محمد ومعروفة. نعم. والشعب العراقي كله تعرفه. نعم. مثل ما قالوهم أمريكا. طرف الثاني. من هو الطرف الثالث؟ وأنا وأنت وأبو شيماء ونعرف الطرف الثالث من هو. لا يبدو أبو شيماء ما يعرف الطرف الثالث. يبدو ما يعرفه. لا 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 بالله يعرف كل شيء. بس هذا يطلع على القناة يحكي كم حكاية وينهز. يا أبو شيماء خلي مخافة الله عندك. خلي مخافة الله. أبو عراق سيد أبو عراق ليش هاي الميليشيات دائما تستخدم الطرف الثالث للهروب من التهم الموجهة إلها؟ قتل المتظاهرين قالوا طرف ثالث، الاقتحام المنطقة الخضراء قالوا طرف ثالث، ميليشيات استعرض قالوا طرف ثالث، قصف الكاظمي طرف ثالث. منو هذا الطرف الثالث اللي الحكومة عندها تسليح بالمليارات وقوات ومقاومة وكلهم ما يقدرون يلزمون هذا الطرف الثالث؟ شنو هالطرف الثالث هذا؟ أستاذ محمد مو هذا الطرف الثالث هسه الهيمنة مالته يقول لك أنا أقوى من الحكومة وجاي يعترفون هم. نعم. القادة مالتهم جاي يعترفون يحطون بالإعلام يقول لك إحنا عمي إنا هسه مال الانتخابات
قال محمد إذا سمحت لي ولو شوية تفضل خذ راحتك خذ راحتك. أنا 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 أعتبر هذا انتصار الشعب العراقي أستاذ محمد. نعم. شوف هسه شغله خلاهم بيناتهم. ناس تقاتل الناس ناس هذا انتصار الشعب لأن يعني الشعب ما طلع. عمي والله شغلة مبينة ذيش يا أستاذ محمد ويا يا أخ أبو شيماء مع اعتزازي واحترامي لك. الله يسلمك. خلي 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 مخافة الله قدامك يا أبو شيماء. وأنا أشكرك أستاذ شكرا محمد. يا أبو عراق من الفلوجة شكرا لك. أبو علي من أربيل تفضل حياك الله. حياك أبو جاسم. حياك الله يا أبو علي أهلا وسهلا. شوف عليك. الله يبارك بك حياك الله. تفضل يا أبو علي. أبو علي تفضل. أبو جاسم العراق بالسلاح الخارجي الإيراني. طيب. ضد الميليشيات أقوى. عرفت؟ والسابمي ما يحكي يعني. هاي وحدة والشعب ما حد بحالة خالية. احنا هسه نجي يوم ليه يصير العراق إيراني. انه يصير شو؟ نعم. انه وجود لنا زين وهسه نعم اللي الظاهر قالوا عنا بحثي. نعم. سيد أبو علي طرحت سؤال في بداية الحلقة. الميليشيات هي جهة قوية بالعراق سيطرت على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والنفوذ والدعم الإيراني، لكن نحكي على أو نسأل عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أو رؤساء الحكومات السابقة اللي أطلقوا وعود بحصر السلاح بيد الدولة وما حد نفذ، اللي وعدوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وما حد نفذ، اللي وعد اليوم بالكشف عن هؤلاء الذين حاولوا استهدافه، ولغاية هذه اللحظة الموضوع صار لأكثر من أسبوع أو أسبوع وما بي أي نتيجة. السؤال هل يستطيع الكاظمي فعلا الكشف عن من حاول اغتياله والكشف عن هذه الميليشيات اللي اليوم أصابع الاتهام موجهة لحزب الله والعصائب؟ يقدر الكاظمي يطلع يقول حزب الله والعصائب هم اللي حاولوا اغتيالي إذا ثبتت التهمة عليهم؟ أبو جاسم، لا أنت رأي أبو جاسم، هو؟ نعم. أبو علي للأسف صوتك مو واضح، أنا أشكرك أعتذر منك الصوت بمشكلة. السيدة أم حسين من نينوى تفضلي أهلا وسهلا. لو سمحتي يا سيدة أم حسين نصي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف فقط يا أم حسين. نعم نعم تفضلي حياك الله. نعم أم حسين نص صوت التلفزيون لو سمحتي. ألو أم حسين نصي صوت التلفزيون لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة أم حسين، بس نصي صوت التلفزيون. نصيت التلفزيون. تفضلي أهلا وسهلا حياك الله. سلام بعد عليك. بعد بعد سيدة أم حسين بعد التلفزيون لو سمحتي نصي للأخير. نصيت. تفضلي يا أم حسين. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. والله أنا بس أقول على أبو شيماء. أي. أقول له أنت العراقي. بيريد تشرب منه ما يلزق فيه حاجة. نعم. نعم. وإيران. أي. ما يوم سمعت فيها انفجار بها شيء بها بس هي أنا الجماعة بس. نعم. نعم يا أم حسين.
طيب سيدة أم حسين، أشكر حضرتك وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. أحمد من السماوة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا كل ما العراق من أقصى إلى أقصى سبب الميليشيات، الميليشيات تدى هذه على رأسها ميليشيات الحزب الشعبي المجرمين الحرب ومجرمين ضد الإنسان. الله بدأت اللي هي أسوأ وأقذى ميليشيا في العراق هنا المتمردين دولة وكل قادته مجرمين من الإنسانية. الله تكبر وتكبر جرائح ضد الإنسانية كل قادة الحد الشعبي من الاعتقالات ومن الملاحقات ضد الناشطين والمتظاهرين العطارة والبطارة يعني من أحجات أخرى بسبب الحد الشعبي حتى بعض رجال الدين اللي يدعمون هذا الحجب مجرمين حرب ومجرمين ضد الإنسانية جلالة كان بسبب الحد الشعبي وعناصر من التيار الصدري أبو سيد أحمد من السماوة أعتذر منك الصوت بمشكلة، أرجو منك تعاود الاتصال مرة أخرى. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم أخي محمد قيس الخزعلي الذيل، يتكلم عن المقطع البرومو اللي قمنا بعرضه في بداية الحلقة، ويقول إنه هو يشرف يكون ذيل يغطي عورة إيران. طيب عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع لك أستاذ محمد. العراق بلد قوي ذا حضارة، حضارات متعددة عبر التاريخ، والتاريخ شاهد على قوة العراق ومكانته الاقتصادي ومكانته الاقتصادية، والعراق غني بموارده الطبيعية وبخبراته ورجاله، والعراق يعود لأهله وناسه ويتعافى بعد سقوط بعد سطوة عفوا سطوة بالسين يا هؤلاء جرذان الخضراء عملاء إيران كلهم ميليشيات ظلمة والله. طيب ماشي، شكرا يا أبو حاتم من الموصل، شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، وكالة بلومبرغ تقول إن الكاظمي حاول منذ توليه السلطة عام 2020 تسوية الأمور مع الميليشيات المدعومة من إيران رغم ما تسببه من إفساد للأوضاع الهشة أساسا في العراق، فيما لا يمكن الشك بأن الهجوم على منزل الكاظمي كان من صنع واحدة من أدوات إيران. الاستناد الوكالة الدولية على هذا الموضوع أو على تحليلها بهذه الطريقة تقول به إن الميليشيات المرتبطة بإيران هي وحدها فقط من يمكنها الوصول إلى الطائرات دون طيار التي توفرها طهران لتستخدم ضد العالم العربي بدءا من لبنان وصولا إلى اليمن. وتضيف بلومبرغ أن تلك الميليشيات استخدمت الطائرات المسيرة لمهاجمة مناطق في عمق المملكة العربية السعودية انطلاقا من أراضي عراقية، لكن الكاظمي الذي يخشى معاداة طهران كان يبتعد عن إعلان الميليشيات المسؤولة عن تلك الهجمات ناهيك عن إدانة داعميها. كم هجمة تمت من العراق من انطلقت من العراق ضد المملكة العربية السعودية؟ من الذي كان يستخدم هذه الطائرات المسيرة لاستهداف القواعد الأمريكية الموجودة في العراق؟ من الذي يمتلك هذه الطائرات المسيرة أصلا في العراق؟ كل المؤشرات تشير إلى هذه الميليشيات المدعومة من إيران التي تعتبر جزء من هذه العملية السياسية التي تعتبر أو لديها امتيازات تحصل عليها من أموال العراقيين لبناء إمبراطوريات، لتحشيد مزيد من الأفراد، لشراء المزيد من الأسلحة وغيرها من هذه الأمور الأخرى التي تقوم بها هذه الميليشيات، طبعا بخلاف الانتهاكات على أرض الواقع المتمثلة بحرق مدن، تجريف بساتين، طرد أهالي المدن كما حصل في قرى ديالة، انتهاكات طائفية، قتل ثوار تشرين، واعتداء في جنوب ووسط العراق على كل من يخرج رافضا
لهذه العملية السياسية ولوجود إيران وميليشياتها في العراق ويقومون بتصفيته أو تغييبه كما حصل في كثير من الحالات. السيد خليل من الموصل تفضل حياك الله. العفو عن المشاركة بالبرنامج. تفضل يا خليل حياك الله. حبيبي انت على مود هذا الموضوع مال الطائرات. اي. يتمون بها الحشد. يعني ما هل يقولون ان يقول اسرائيل تصنع كل شيء تمثل بهذه الاشياء تقدر تصنع طائرات ايرانية تصنع اشكال انواع. طيب. فهذه المسألة الاسرائيلية ما تقبل الشك. سيد خليل سيد خليل تتذكر تتذكر استهداف مخازن الأسلحة اللي صار في بغداد ومناطق أخرى من العراق؟ نعم. إسرائيل وإعلامها كلهم قالوا إحنا ضربنا إحنا اللي استهدفنا هذه المخازن ويعترفون علني ما يحتاجون بس اسمح لي ما يحتاجون هذا اللف والدوران. عفنا من إسرائيل وعفنا من أمريكا وعفنا من هاي الدول وأنت تقول عليها هاي لعبة. نعم. لما تطلع شبكة روسيا اليوم وروسيا أحد حلفاء إيران أحد الداعمين لإيران. نعم. ولميليشياتها وخاصة سوريا يعني أكبر مثال تقول الطائرات انطلقت من منطقة القرعات شمال بغداد واللي استخدموا هذه الطائرات هم نفسهم اللي استخدموها في استهداف القواعد الأمريكية يعني نفس الطرف يعني الميليشيات بعد شو تريدون أكثر من هيك إذا حلفائكم دا يقولون إنه هاي الميليشيات هي اللي ضربت. والله أنا بالنسبة لي داخلي في منهجي اللي أراه يعني إسرائيل تسوي مشكلة ما يعني أنت ما تعترف بالكلام من كل المنظمات والصحف والمؤسسات الرصينة أنه تقول أنه الميليشيات كلها ما تصدق بيها. لا أنا ما أصدق بيها نهائيا كراهة. منو عنده طائرات مسيرة بالعراق يا خليل؟ والله ما ماكو سيارة مسيرة بالعراق. ماكو؟ لعد منو اللي كان يستهدف القواعد الأمريكية بهذه الطائرات؟ مو هي هاي الميليشيات؟ القواعد الأمريكية هذه مثل ما أقول صار هجمة من إيران اتجاههم. هجمة من إيران؟ إيه. يعني ذولا اللي بالعراق ما لهم علاقة بإيران؟ طبعا هم ما لهم علاقة بإيران؟ نعم. ما لهم علاقة بإيران؟ نعم. يعني قيس الخزعلي من طلع قبل شوية قال لك أنا ذيل أغطي عورة إيران هذا مو ما ينتمي ما يتبع لإيران يقول لك أنا أتشرف أكون ذيل لإيران يقول أتشرف أكون ذيل لإيران. نعم بالنسبة له هو مثل ما أقول هذا ذاته هو مو هذا اللي بالنسبة له هذا دي يقود وراء آلاف. نعم. هذا دي يمشون وراء آلاف من المقاتلين شنو بالنسبة له يعني. نعم من هو هذا العامري معروف وشغلته مع إيران هذا ما يرد ما تقبل الشك. اي طيب هم منو اللي عندهم السلاح اليوم بالعراق غير هو هذا الخزعلي والعامري ومجموعه من الميليشيات منضوين ضمن هذا ما يسمى بالحشد من هم اليوم؟ والله انا بالنسبه لي شخصيا بكل صراحه يعني لان الحشد لما جاء الموصل اي بنا صار موقف جيد يعني هم اللي حرروا المناطق اللي احنا نعرفها. طيب سيد خليل انت عندك موضوع الموصل بالنسبه لك انت تشوف انه هاي الميليشيات قدمت لك شيء زين لكن غيرك نعم. مئات الالاف ملايين العراقيين على مستوى العراق نعم. يشكون من انتهاكات هذه الميليشيات قتل متظاهرين خطف نعم. سرقه اللي صار بدياله نعم. عن طريق هذه الميليشيات نعم. يعني انت عندك نفسك ايه بس باقي العراقيين مو مهم؟ قلت لك انا بالنسبه لي اللي شفته قدام عيني لما ايه؟ بالتحرير طيب ها يعني شوف يعني بس سؤال اخير لان طولت وياك سؤال اخير حبيبي انت هل تؤمن بفكره انه هاي الميليشيات قتلت عراقيين وحرقت بيوت وهجرت ناس؟ تصدق بهذا الكلام لو انت ما تقتنع به؟ ما صار قدامك شكرا يا خليل من الموصل شكرا جزيلا. ابو مصطفى مين من اسطنبول تفضل حياك الله. حياكم الله.
استاذ الله يساعدك حبيبي. الله يسلمك. اهلا وسهلا. شلونك يعني شلون صحتك؟ اهلا وسهلا يا ابو مصطفى. حياكم بقناتكم حبيبي. الله يبارك حبيبي. بالنسبه هذا اخر ضربه مع المسكن كاظمي اي عيني هذا الكاظمي ما غير كاظمي هذا طبعا مو كاظمي هذا سياده العراق انضربت. نعم. لان هذا احنا شفنا في تركيا 15 تموز يضربون سيد أردوغان. نعم. نعي هذا خزي للدولة صراحة لأن يعتبر هسه العراق أنا يعتبره دولة داخل دولة صارت. نعم. نعم. دولة داخل دولة ترى ما تقدر تسيطر عليهم. إحنا تركيا في تركيا سيد أردوغان لزم ما لزم من هذول جماعة الفتح الله كان يسموه. الحمد لله مسحهم مسح بس بينما الكاظمي أخي ما يقدر يحكم فد واحد اثنين ثلاثة من عندهم يلزمهم. إذا اليوم المواطن العراقي يا أبو مصطفى ينظر إلى رئيس الحكومة صاحب أعلى سلطة تنفيذية بالبلد ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة كل هاي الأوصاف وما يقدر يحمي بيته ما يقدر يحمي نفسه من هذه الميليشيات شلون على العراقيين؟ العراقي شلون بده يحس هسه اليوم وهو بده يشوف هذا الشخص أبو السلطة والحصانة والحماية وما بده يقدر يحمي نفسه؟ هسه العراقي لعد شلون ينام بيته هسه انا اقول لك نعم محمد نعشي ما يشبه شيء استاذ العزيز. نعم. زين كاظمي صار له من بدايه يقول انا اعرف القتله انا اعرف الفاسد سمعتوا الله عليكم فد وزير او رئيس حزب او ميليشيات حاسبوا ماكو. نعم. هذا الانتخابات اجى لعب لعب للشعب لعب غيرنا فد حزب جبنا فتح حزب جديد كل اللي دي يصير من الميليشيات اليوم باستهداف الكاظمي وإثارة الفوضى بالعراق كل على مود الانتخابات. نعم. إذا ذولا نعم. إذا ذولا قالوا إحنا نؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة شلون لعد يسوون هاي التصرفات ليه شنو معناها شنو معناها إنه اليوم يستهدفون رئيس وزراء ويحرقون قرى ويهجرون ناس نعم. ويقتلون متظاهرين. نعم. ديالة قدام عينكم ديالة قبل كم يوم. نعم. زين قبل صلاح الدين وراها صلاح الدين هم صارت أخي أكل لعبة دولة فوق دولة ماكو حكومة هذا مو حكومة أخي العزيز. زين هلقة قوة العسكرية نعم بغداد أنا شوف بالتلفزيون نعم قوة العسكرية موجودة في بغداد ومحافظات وغيره وغيره أخي من تفوت يم سيطرة بس يباوع عليك كأنما عينه عنده لازر بأن يعرف أنت سيارتك شنو شايل وانت منه نعم بس ترى عرقلة وهذا الميليشيات أخي العزيز إذا ما انجمعت أسلحة للدولة كاملا بالدولة قسما بالله العراق بعد يروح للهاوي طيب. انسى العراق بعد. أشكر حضرتك سيد أبو مصطفى من اسطنبول شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشرق عباس المستشار السياسي لمصطفى الكاظمي أكد على ضرورة محاسبة المتورطين في عملية استهداف الكاظمي. قال عباس إن الحكومة لن تتنازل أبدا وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء إلى القضاء. الحكومة اللي وعدت سابقا بمحاسبة قتلة المتظاهرين واللي وعدت سابقا بإيقاف العنف المستخدم ضد العراقيين إن كانوا متظاهرين أم غير ذلك واللي وعدت سابقا أنا أتكلم فقط على الكاظمي اتركونا من باقي رؤساء الحكومات السابقة واللي وعدت بحصر السلاح بيد الدولة ماذا من هذه الوعود أوفت به هذه الحكومة؟ ما الذي أوفت به؟ هل حاسبت قتلة متظاهري ثورة تشرين؟ هل قامت بحصر السلاح بيدها والسيطر عليه ومحاسبة هذه الميليشيات؟ الكاظم اليوم وعد مثل باقي الوعود ما الذي اختلف في الوضع في العراق؟ خاصة في ظل كل التأكيدات التي تقول بأن الكاظمي ضعيف متستر على هذه الميليشيات خشية من إيران خوفا على منصبه على حياته بغض النظر لكن هو بالنهاية متستر وصامت على ما تفعله هذه الميليشيات وهو يطرح أسئلة كثيرة أنه هذا الشخص هل فعلا قادر على محاسبة هذه الميليشيات هل هذه الوعود ستنفذ أم أنها كالوعود السابقة مجرد أبر تخدير للعراقيين. السيد باسم من بغداد تفضل حياك الله. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ. أريد أرد على أبو شيماء. أي تفضل. هذا يخوط بصف الاستكان يخوط بصف الاستكان بمعنى يدافع عن الميليشيات اللي هي
الطرف الثالث في قتل ثوار تشرين. نعم. وهذه الإشاعات نفسها اللي استخدمت من استهداف منزل كاظم، والدليل تهديد بعضهم وعلى رأسهم قيس الخزعلي. هدد بصراحة. نعم. يعني الشغلة واضحة جدا، ما يريد لها هلف ودوران. نعم. وأنا أشكرك أستاذ محمد. شكرا جزيلا يا باسم، حياك الله. أبو علي من لندن، تفضل. أهلا وسهلا يا أبو علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي بالنسبة للكاظمي أي قشي ما راح يسوي صراحة. هو يعرف من اللي استهدفه. نعم. ويعرف الميليشيات الحشد هو اللي استهدفه، بس ما يسوي شيء أخي، رجل ضعيف. ضعيف يعني كل شيء ما لحد الآن صار له سنة بس وعود بوعود. نعم. لحد الآن ما طلع ولا واحد. نعم. فما نترجم شيء منه، هي الأمور واضحة، الشغلة واضحة. قيس الخزعلي يهدد صراحة، هادي العامري يهدد بوضوح. نعم. بصراحة ما يسوي شيء، يعني هو يعرف. ما أعرف هذا الرجل، ما أعرف شنو هذا، ما جاء أفتهم يعني. سيد أبو علي أكو. نعم. الحقيقة معروفة للجميع طبعا ولا تحتاج إلى سرد أكثر، لكن هناك بعض الأشخاص اللي حتى يشاركون ويانا بالبرنامج يعني وكأنه العراق يعيش حياة مزدهرة، وكأنه المواطن العراقي اليوم عايش في أوروبا، في هذه البلدان المتطورة المتقدمة. يقول لك الميليشيات حمتنا ما قتلتنا. واحد مثل هذا خليل من الموصل يقول لك أنا ما شفت قدام عيني أنه هاي الميليشيات قتلت ناس وحرقت. وهو الجانب الأيمن في مدينة الموصل اللي هو قدام عينه 95% دمار بسبب هذه الميليشيات وداعش والحكومة، ما يعترفون بهذا. لا. الكلام متى يعترف هؤلاء أنه هذه الميليشيات لم تقدم شيئا للعراقيين، وحتى لو هم مؤمنين إيش قدمت لهم؟ هم يعرفون أخي، بس أنا ما سمعت هذا الأخ اللي قال أبو الموصل. أي هم يعرفون، بس هم دولة عملاء يعني، هم دولة مرتزقة مخبي. ساتلاقيه هو هذا ميليشاوي، هو ساتلاقيه كاتل الله يعلم فكم واحد هذا المتصل يعني. زين هم دول ما نقدر نقول على المتصل، احنا نتكلم عن الميليشيات. في النهاية هو طرح رأيه هم يعرفون أخي. يعني أكو طفل صغير عمره 3 سنوات يسأله بالعراق منو دمر العراق. هاي الميليشيات، أنت شايف بلد ب 90 فصيل إرهابي؟ ما كنت بلد بالعالم عمي، ما كنت بلد. وفوقها الحشد يعني تفضل شو اسمه هذا آقاني، إسماعيل آقاني يعني. نعم. إسماعيل هذا أي والله. نعم. مشكلة هذا العجم المجوسي يجي يجتمع بيهم. يجي يجتمع بيهم يا أخي، أنت شايف هيك دولة جاي واحد. أبو علي هم دي يختصروا لك الموضوع حتى هم لا يتعبوك بالحكي. قيس الخزعلي عرضنا المقطع يقول لك إذا أنتوا تقولون علينا ذيول، إحنا نتشرف نكون ذيول الإيران. بعد شو يريد؟ بعد شو تريد يقول أكثر من هيك؟ نعم إيه نعم نعم. زين أنا أسأل الشعب العراقي، هم جاي يقولون إحنا ذيول. زين وإحنا عبيد. أي. وإحنا خونة. بعد إيش منتظرون منهم؟ إيش منتظرين منهم؟ ما جاي أفتهم. نعم. ما جاي أفتهم. أنا أشكر حضرتك يا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا. السيدة أم أحمد من النجف، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أستاذ محمد. أولا تكرمون، فد مقولة لطيفة، لا تقل للنذل يا عم ولو كان على السرج راكبه. هاي إلى قيس الخزعلي ومقتدى والمالكي، إذا كانوا يفتخرون بأنفسهم هم خدم حقراء أراذل الإيران أو غير إيران، هاي واحدة. واحدة ثانية، إذا الكاظمين ما بتعرف بي يعني، إذا أريد نحكي نقول رجل محاط بمجموعة من العصابات. إذا أريد يعدل من الأمور، فواحد عقلائيا إذا أريد يتكلم يقول لا من الصعب يعني، لازم البلد مهدوم. هاي إذا أريد يتكلم بعقلانية. لكن أنا أحكي على الناس اللي يعني أعوذ بالله من لي الألسن مالتها، اللي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، هم المنافقون، هم اللي يوصفهم رب العالمين الفسقة، اللي من يقول أنا ما شفت بعيني دائما يكون بدون ذكر اسم ومع احترام للكل. ما شاف بعينه، عينك وعقلك وقلبك ما يقول أكو وراك موت، وزين إذا حصلت سكرة موت ومتت أنت أبدأ حكيها بهيك بساطة. إلى متى تظلون منافقين؟
الى متى تظلون مثل ما وصفكم الله سبحانه وتعالى من يقول يؤمن النبي محمد او الانبياء ما قبل النبي محمد يوصفوه انه تأمرنا نسجد للرحمن، اي رحمن انت جاي توصفه؟ اي رحمن؟ وزادهم نفورا، هذول كل ما ينزل لهم بينات من الله سبحانه وتعالى يظلون بدليل انه هذا السائل. سيدة ام احمد سؤال، لماذا اليوم كل ما يصير مشكله يذبوها على امريكا واسرائيل؟ انا طرحت اسئله انه منو اللي جاب هذه الميليشيات للعراق غير امريكا والكيان الصهيوني؟ ليش اليوم موضوع استهداف الكاظمي صار امريكا والصهاينه؟ طيب ليش ما قالوا هذا الكلام لما صار تصفيه المتظاهرين؟ هم بالعكس موصفوهم ابناء السفاره وابناء الامريكان. منو اللي كان يقصف المقرات الامريكيه والقواعد؟ مو هم؟ شو هذا الكلام؟ ما كان الامريكان. استاذ محمد مالت ناس رخاص رخاص، بس اكو فرقه بقلبي خليني اسولف فالله يرضى عليكم. تفضلي. مالت ناس سفله واراذل، اراذل معروفين. اللي عدموه بالبصره من سجد الاله خامنئي، دول ما يعرفون شنو الله. يسجد شكرا لله لانطاع خامنئي. القران خلي يسمع اللي قاعد يتصل وامثالهم اللي ضامين روسهم وبيكم حضروش اقعدوا بعراق فلس تكرموا بهذا اللي يدرج يعني ما يشتركم فلس. فارس لو بلا فارس لو لا. الله سبحانه وتعالى يوصف المؤمنين يقول لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحتى لو كنت أنت صاحب حق هم الله سبحانه وتعالى فاتح لك باب اللي هي الدية حتى يؤدب الإنسان ويعظم قطرة الدم عنده، ليكون الإنسان يستسهل جري وهو صاحب حق يا أستاذ محمد. ويقول لك إذا تبيك مجال نفسيا تأدب نفسك وتدبها على الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون هو ياخذ حقك، خلالك فصل دية حتى يخليك يعرف ويعرفك يا غبي تكرمون شنو حرمة الدم. وانتو جاي تدافعون عن رذيل، عن سافل، عن عمائم عفنة بدون تجاوز. لو سمحتي لو سمحتي يعني لا استاذ محمد، الله حافظي على رباط الجيش يا سيدة ام احمد. لو سمحتي احنا على الهواء يعني استاذ محمد، الا الدم الا الدم الا الدم أنا جاي يفتخرون بهتك عرضي وهدر دمي الله يخليك. يوميا جاي تاجرون بينا ويطلعوا لي ناصر خاص، روحوا على قنواتكم الإيرانية عبدو خامنئي، روحوا حطوا لكم عجل عبدو، لكن عوفوا الناس المظلومة بحالها من عراقنا من شمال الجنوبة من كوب، ما تستفوا من أنفسكم، مو وراكم وقفة اللي ما حد ينفعكم بيها. سؤال أخير لحضرتك يا محمد، سؤال أخير لو سمحتي. سؤال أخير، هل تعتقدين أنه الموضوع مال استهداف الكاظمي حيمر مرور الكرام وحيكون اكو تسويه بين هذه الميليشيات والاحزاب والكاظمي في سبيل انه الموضوع يتلبس لمجموعه او لشخص كبش فداء وينتهي؟ طبعا بدليل تصريح البارحه ممثل الكاظمي المتحدث باسم رئاسه الوزراء قال نص عباره الكاظمي يقول راح يمر الامر بالهدوء وبالا اللهم واحد اللي ينتقم من نفسه بعد الله اعلم. شكرا يا ام احمد من النجف، شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، طبعا معهد واشنطن للدراسات قال إن تراجع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في كل مرة يقترب فيها من معاقبة الميليشيات هي التي دفعت الميليشيات إلى تكرار هجماتها حتى وصلت إلى بيته. يعني كل مرة الكاظمي يحاول بها أن يحاسب هذه الميليشيات يتراجع، وبالتالي أعطاهم الفرصة أنه يتجرؤون حتى أنه يستهدفوا. معهد واشنطن أيضا أشار إلى أن الميليشيات حاصرت الكاظمي خلال عمليات تشكيل الحكومة في نيسان 2020 حتى قبل أن يتم اختياره للمنصب، كما دفعته للإفراج عن المتهمين الرئيسيين في إطلاق طائرات مسيرة باتجاه السفارات الأجنبية في حزيران 2020 قبل أيام قليلة من القبض عليهم، فضلا عن عدم تمكنه من حماية المتظاهرين والصحفيين في ساحات الاحتجاج. وشدد معهد واشنطن على أن الميليشيات نجحت في ترويع الكاظمي وإخافته أكثر من موقف. ويانا أبو حسن من النجف، تفضل حياك الله. السيد أبو حسن لو سمحت تنص صوت التلفزيون. للأسف فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.